بعد اختيارها عضوا مراقبا لاتفاقية نزع ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها في افتتاح مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة بجنيف على أهمية ترسيخ ودعم كافة آليات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف، امتدادا لسياسة حكومة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. يأتي تأكيد المملكة على أهمية ترسيخ ودعم كافة آليات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف ومن ضمنها مؤتمر نزع السلاح، امتدادا لسياسة حكومة بلاد الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة. انتقدت المملكة صمت المجتمع الدولي للهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت المملكة النفطية في شهر سبتمبر الماضي، والتي تشير بشكل جلي إلى تورط إيران في هذه العمليات الإرهابية. وأكدت المملكة في كلمتها أمام المؤتمر الدولي لنزع السلاح إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي. كما راقب المجتمع الدولي بصمت الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت المملكة النفطية في بقيق وخريص خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال استعمال الطائرات المسيرة طائرات الدرونز، والتي تشير بشكل جلي إلى تورط إيران في هذه العمليات الشنيعة والإرهابية. والمملكة في هذا الصدد تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وستتخذ حكومة بلادي كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. أدان المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف تبني إيران كل ما يهدد أمن المنطقة، لا سيما فيما يتعلق في إيصال الصواريخ البالستية إلى الجماعات الإرهابية وميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، كما يمثل تخلي إيران عن التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي من خلال إعلانها استئناف تخصيب اليورانيوم. المملكة العربية السعودية التي تم اختيارها كمراقبة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل أكدت التزاماتها باتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتقدت إجراءات الأمم المتحدة في منع بعض الدول التي تستخدم تلك الأسلحة لترويع المدنيين. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.